أبدأ بضيفي الكريم من كييف. سعادة الدكتور ياكوشك، هل تتصور أنه عدم إعلان أوكرانيا عن هجومها بالمسيرات على سيفاستوبول يحمل رسالة ما؟ أنا لا أستطيع أن أفهم الإحجام الأوكراني في الحقيقة. حسنا، إنها حالة حرب، إن الصواريخ الأوكرانية والمسيرات الأوكرانية تطير عبر خطوط السيطرة وعبر خطوط الاتصال بين القوات المعادية، وتذهب أيضا إلى منطقة القرم وتستخدم وتواجه معدات المضادة للطائرات من جانب روسيا. وفي هذه الأوقات المسيرات الأوكرانية دمرت كثير من مناطق النفط في سيفاستوبول، وهناك كثير من الخسائر التي حققتها. إن المسيرات الأوكرانية تطير في عدة مناطق روسية وتستهدف بعض الأهداف الروسية على الأراضي الروسية، وهذا يعني أن القوات العسكرية الأوكرانية تظهر وتثبت أنها جاهزة للدفاع ليس فقط على أراضيها ولكن كذلك على أراضي روسيا، كما حدث نفس الأمر في 2015. وبناء على ذلك تم تحقيق بعض عدم الانتشار لتلك الأسلحة في عدد من المناطق، ولكن نحن نطمح إلى تحقيق ظروف أفضل لتنفيذ الهجمة المضادة في فصل الربيع المتوقع. الأمر لا يتعلق بعدد الدبابات المقدمة لأوكرانيا فقط، ولكن خلال عدة أسابيع سوف نرى معركة حقيقية أثناء الهجمة المضادة الأوكرانية، والقوات الأوكرانية مستعدة تماما وتقوم بالاستعداد الجيد لتنفيذ هذه الهجمة المضادة. ولهذا القوات الأوكرانية لديها إعدادات جادة وتكثف من جهودها من أجل تحقيق الهدف الرئيسي وهو الوصول إلى بحر أزوف، ومن ثم يمكن استعادة السيطرة على القرم وتسبيب وتحقيق الخسائر في صفوف روسيا وتحقيق النصر بين القوات المتصارعة. وهذا الصراع لابد أن ينتهي بمعركة حاسمة قبل أن يكون هناك جلوس على طاولة المفاوضات ودون ضم لأي قطع من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا. ونتمنى أنه في هذا العام يتفهم الطرفين أنه لابد من الوصول إلى حل حاسم، ويمكن لأوكرانيا استعادة السيطرة على عدد من المناطق التي احتلتها روسيا.